مساء الخير، النهاردة هنكمل باقي شرح الاحتمالات. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند المسألة دي، تمام، بتاع ان احنا رمينا 2 دايس. وقفنا عند السؤال رقم 5 المرة اللي فاتت، النهاردة هنكمل السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 بيقول the probability to obtain the something at least. يعني ايه؟ يعني احتمالية ان احنا نحصل على، لما رمينا زهرين مرة واحدة، احتمالية ان احنا نحصل على مجموع الرقم 10 at least. يعني ايه at least؟ يعني على الاقل. يعني ممكن يبقى عندنا مجموع الزهرين ب10، وممكن يبقى مجموع الزهرين ب11، وممكن يبقى مجموع الزهرين ب12. طيب نعملها ازاي؟ نقول احتمالية ان الزهرين يكونوا 10 زائد يكونوا 11 زائد يكونوا 12. طيب احتمالية الزهرين يكونوا 10، 3 على 36 جت منين؟ العشرة اتكررت كم مرة هنا؟ 1 2 3، فكتبنا 3 على 36، لأن 36 ده عبارة عن كل عدد الاحتمالات اللي ممكن تحصل، اللي هما 36 احتمال، تمام؟ 11 هتبقى 2 على 36، ليه؟ لأن 11 اتكررت مرتين، يبقى 2 على 36. طيب ظهور الرقم 12 في الزهرين 1 على 36، الاحتمالية الوحيدة هيبقى إنه يظهر على الزهر ده 6 والزهر ده 6، يبقى كام؟ 12، يبقى 1 على 36. هنجمع 3 و2 5 و1 6، يبقى 6 على 36، تمام؟ بعدين بيقول رقم 7 the probability to obtain the something and less. يعني ايه the something and less؟ less يعني ظهور الرقم 10 او اقل. يعني ممكن يظهر ايه؟ ممكن يظهر 10 و9 و8 7 6 5 4 3 2. طيب في حاجتين او في طريقتين ممكن نحل بيهم. الطريقة الاولانية ان احنا نكون فاهمين الكلام ده، اهم حاجة. طيب رقم 10 هيبقى 3 على 36. طيب رقم 9 هيبقى 1 2 3 4، يبقى 4 على 36. طب رقم 8 1 2 3 4 5، يبقى 5 على 36. طب رقم 7 1 2 3 4 5 6، 6 على 36. طيب رقم 6 1 2 3 4 5، يبقى 5 على 36. طب رقم 5 1 2 3 4، يبقى 4 على 36. طيب رقم 4 1 2 3 3 على 36. طب رقم في الاخر 3 1 2، يبقى 2 على 36. رقم 2 هيبقى مرة واحدة 2 1 على 6، اهو هيبقى 1 على 36، تمام؟ ومجموعهم هنلاقيه 33 على 36. دي اول طريقة. طيب ليه احنا قلنا ما ظهرش العدد 1 هنا؟ ليه ما قلناش 1؟ لان 1 ده مستحيل ان هو يظهر. ليه؟ لان احنا رمينا 2 دايس ظاهرين مرة واحدة، في رملة واحدة، فمستحيل يظهر رقم 1. اقل حاجة هيظهر 2، واحد على الظهر ده مثلا وواحد على الظهر ده، تمام؟ طيب فكده عشان كده ما قلناش 1، فقلنا من العشرة للاتنين، تمام؟ دي الطريقة الاولانية، بس متعبة شوية عليك لان فيها كذا رقم، بس انت فاهم انت بتعمل ايه، تمام؟ الطريقة التانية بقى بتقول ايه؟ الطريقة التانية the sum 11 and 12، اجيب احتمال العكس. يعني ايه؟ يعني اجيب، مش احنا قلنا احتمال ان هو يظهر، تمام، 10 واقل، يعني احتمال يظهر 10 9 8. طب رقم 11 و12 ممكن يظهروا؟ مش هيظهروا ابدا، تمام. فاحنا نجيب مجموع ال11 وال12، احتماليه مجموع بتاع احتمال ال11 وال12 ونطرحهم من الواحد. ليه؟ لان احتمال قلنا اي حاجه بايه؟ الاحتمال الاكيد بواحد صحيح. طيب احتماليه ظهور من 10 الاقل هياخد حيز من الواحد، طب 11 و12 هياخد باقي الواحد، تمام؟ فاحنا ممكن نجيب ال11 و12 عشان اسهل لينا ونطرحهم من الواحد. ازاي؟ يعني نقول 2 على 26 عشان ده 11، 11 اتكرر كم مرة؟ مرتين، وال12 اتكررت مرة واحدة، 1 على 36، هنجمعهم يبقى 3 على 36. هنقول بقى 1 ماينس 3 على 36 هتدينا كام؟ 33 على 36، تمام؟ اهو نفس المجموع، هنا جبنا 33 على 36، وهنا نفس النظام 33 على 36، طلعوا بنفس الرقم. بس دي اسهل لنا ان احنا نجيب 1 ماينس العكس، احتمال العكس، الاحتمال اللي مش هيحصل او الاحتمال اللي مش طالبه، تمام؟ طيب بعد كده بيقول لي رقم 8 the probability to obtain the sum less than 10. يعني ايه؟ مجموع او اقل من العشرة، تمام؟ يعني العشرة معانا، تمام،
وال11 مش معانا وال12 مش معانا ازاي؟ بيقول لي احتماليه the sum less than اقل من ال10، تمام؟ طيب اقل من 10 يعني احتماليه، يعني هو طالب ايه؟ احتماليه 9 و8 و7 و6 و5 و4 و3 و2. طيب 10 معانا؟ مش 10 مش معانا، ليه؟ لان هو قال لي less than ال10، تمام؟ مجموع بتاع لس زين العشرة، تمام؟ فاحنا العشرة مش معانا، طب ايه تاني مش معانا؟ الحداشر مش معانا والاتناشر مش معانا، فنجيب احتمالية العشرة والحداشر والاتناشر ونطرحهم من الواحد، تمام؟ بدل ما نجيب احتمال التسعة والتمانية والسبعة والستة والخمسة والاربعة والتلاتة واتنين، تمام؟ طيب احتمالية العشرة 3 على 36، طب الحداشر 2 على 36، طيب الاتناشر 1 على 36، هدينا 6 على 36، نطرحها من الواحد تدينا 30 على 36، تمام؟ طيب السؤال رقم 9 بيقول the probability to obtain 5 and the most، يعني ايه most؟ خلي بالنا من most، most غير more، more هتيجي بعد شوية. most يعني العدد 5 على الاكثر، تمام؟ يعني ممكن 2 3 4 5، ما نزودش عن 5 لان 5 the most، اكتر حاجة ممكن نجيب احتمالها 5، يبقى نجيب الخمسة والاربعة والتلاتة والاتنين. طيب الخمسة احتمالية ظهور 4 على 36، والاربعة 3 على 36، بنحل من الجدول عادي، 3 2 على 36 2، 1 على 36، هتدينا في الاخر 10 على 36، يبقى دي الاحتمالية بتاع ظهور 5 and the most، 5 على الاكثر، تمام؟ طيب السؤال رقم 10 بيقول the probability، البيد اختصار للبروبابيليتي، the probability to obtain 5 and the more، يعني ايه 5 and the more؟ يعني 5 او اكثر، معنى كده ان احنا عاوز يجيب احتمالية ظهور الخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة والعشرة والحداشر والاتناشر، فنعمل ايه؟ نجيب العكس ونطرحه من الواحد. طب العكس احتمالية ايه؟ الاربعة والتلاتة والاتنين، تمام؟ طيب احتمالية ظهور الاربعة 3 على 36، طيب التلاتة 2 على 36، طيب الاتنين 1 على 36، هنجمع البسط لان المقام موحد، هيبقى 6 على 36، لما نجيب بقى نطرحه من الواحد هيبقى 30 على 36، وهو ده اللي عاوزه. طيب السؤال رقم 11 بيقول the probability to obtain the sum more than 5، يعني ايه؟ عاوز احتمالية ظهور اكتر من العدد 5، تمام؟ طيب يبقى احنا كده عندنا عاوزين نجيب احتمالية الستة والسبعة والتمانية والتسعة والعشرة والحداشر واتناشر، يبقى نجيب ايه؟ نجيب الخمسة والاربعة والتلاتة والاتنين ونطرحهم من ايه؟ من الواحد، نجيب العكس ونطرحهم من الواحد لو لقينا ده هو يعني اكتر، تمام؟ 5 يبقى 4 على 36، 4 هيبقى 3 على 36، 3 هيبقى 2 على 36، 2 هيبقى 1 على 36، مجموعهم 10 على 36، لما نطرحهم من الواحد يدينا 26 على 36، تمام؟ بيقول لي more than 5 معناها ان الخمسة مش معانا، تمام؟ يبقى الستة والسبعة وهكذا لحد الاتناشر. طيب السؤال رقم 12 بيقول the probability to obtain the odd sum، يعني ايه odd sum؟ يعني المجموع الفردي. طيب مجموع الفردي كام؟ احنا عندنا في الظاهر ممكن يظهر مجموع فردي 3 وممكن يظهر 5، قلنا ما ينفعش يظهر الواحد لانه هما ظاهرين. طيب فانا عندي 3 وعندي 5 وال7 وال9 وال11، طيب نجيب اول حاجه بتاع 3، احتماليه ظهور العدد 3 كام؟ مجموع 3 2 على 36، وبعد كده 5 4 على 36، 7 6 على 36، 9 4 على 36، وال11 2 على 36، هيبقى مجموعهم 18 على 36. طيب the probability to obtain the even sum، يعني even sum مجموع زوجي. طب المجموع الزوجي اللي هما كام؟ الاتنين والاربعة والستة والتمانية والعشرة والاتناشر، من غير ما نفكر هنعمل ايه؟ 1 ناقص العكس اللي هما 1 ناقص الفردي، الفردي كام؟ 18 على 36. لو طرحنا 1 ناقص 18 على 36 هيدينا كام؟ 18 على 36. ليه؟ لان نص الاعداد زوجي والنص التاني فردي، تمام؟ السؤال رقم 14 بيقول the times to obtain، يعني عدد ال times to obtain ان احنا نحصل على the sum to similar numbers، يعني ايه the sum to similar numbers؟ similar numbers يعني لما نرمي الظاهرين يظهر هنا رقم نفس اللي يظهر هنا، يعني لو ظهر هنا 1 يظهر هنا 1، لو ظهر هنا 2 هيظهر هنا 2، 3 3. طيب كام مره يظهر فيه السيميلر؟ لو جبنا الرسمه اللي احنا رسمناها، تمام، هنلاقيها هنا لما يظهر 2 و2 دي مرة، وهيظهر 3 و3 و1 و1، وهيظهر 4 و4
وهيظهر 5 و5 وهيظهر مرة 6 ومرة 6، تمام؟ يبقى دول كم مرة؟ دول 6 مرات، 6 times، يعني 6 times هيظهر فيهم رقمين على الظهر شبه بعض. طيب السؤال رقم 15 بيقول the probability to obtain the sum for similar numbers، يعني احتمالية ان احنا نحصل على similar numbers. انا قلت احتمالية ما قلتش times، لو times قلت 6، لو احتمالية هنقول ايه 6 على 36، تمام؟ لان الاحتمالية لازم تكون ما بين الصفر وما بين الواحد. طب التايمز لا عادي. طيب هناخد بعد كده السكند كيس اوف اديشن. المرة اللي فاتت خدنا the first case للجمع للاديشن، كانت ايه؟ mutually exclusive، تمام؟ النهارده هناخد الجوينت ايفن، ودي الكيس او الحاله نمبر 2 في الاديشن في الجمع. طيب الحاله دي المره اللي فاتت كانت الميوتشوالي اكسكلوسيف معناها حدوث حدث يمنع حدوث الحدث الاخر، يعني مامتك مثلا لا تكون حامل في ولد يا بنت، يا اما هتجيب البيبي هيكون ولد يا اما هيكون بنت، يعني حدوث حدث يمنع حدوث الحدث الاخر، حدوث انها جابت بنت منعت ان هو يكون ولد، تمام؟ لكن هنا الجوينت ايفنت معناها ان في حاجه مشتركه ما بين الحدثين. طيب بيقول لي if we have only two events happening event A and B at least، تمام؟ يعني مثلا لو عندي probability احتمالية A زائد B، احتمالية حدوث الحدث الأول والتاني هتساوي احتمالية حدوث الحدث الأول زائد احتمالية حدوث الحدث التاني ناقص الاحتمالية بتاع الاتنين اللي هو الجزء المشترك من الحدثين. زي ايه؟ هنفهم بالأمثلة. بيقول لي if we withdraw a card randomly، لو انت سحبت ورقة كوتشينة randomly يعني عشوائية، compute the probability that this card may be a boy or a black color or a boy has a black color. معناها ايه؟ معناها ان انت تسحب ورقة ولد فيها البلاك كولر، تمام؟ احنا عندنا في الكوتشينة 4 اولاد، في 2 بلاك و2 احمر، بس هو هنا بيقول لي عاوز احتمالية حدوث، تمام؟ الحدث الاول ان هو يكون بوي، تمام؟ اللي هو 4 على 52 عشان هما 4 اولاد. طب الحدث التاني هنقول زائد الحدث التاني اللي هو كام؟ اللي هو الورقة الحمراء، تمام؟ الورقة الحمراء اللي هي كام؟ في كام ورقة حمراء في الكوتشينة؟ نص الكوتشينة ورق احمر ونص التاني اسود، يبقى 26 على 52 ناقص المشترك. طب نجيب المشترك ازاي؟ حالتين، يا اما بنضرب ال A في ال B الحدث الاول، يعني نضرب 4 على 52 في 26 على 52، يا اما نعمل حركة تانية. المشترك بيقول لك الولد احمر، تمام؟ معناها ان في ورقتين بس في الكوتشينة كلها ولد احمر، تمام؟ يبقى 2 على 52 هتدينا كام؟ 28 على 52. طيب مثال تاني بيقول لي if two dice once throw، لو رمينا ظهرين كده مرة واحدة on a soft surface find the probability of obtaining the sum 8 or double number، يعني يعني احتمالية ان احنا نحصل على the sum 8 يعني مجموع العدد 8 or double number، تمام؟ طيب اول حاجة بنقول احتمالية حدوث اللي هو sum 8، تمام؟ كام؟ نرجع للمسألة بتاعتنا 8 1 2 3 4 5، عندنا 5 تمانيات، ممكن نحصل على 5 تمانيات، يبقى هتبقى كام؟ 5 على 36 زائد احتمالية بقى ان هو يحصل دبل نمبر، يعني الرقمين يدونا 8، كام؟ دبل كام؟ دبل نمبر عندنا 6. ليه؟ عندنا هنا 6 و6 و5 و5 و4 و4 و3 و3 و2 و2 و1 و1، دول كم مرة؟ 6 مرات ممكن يحصل فيهم دبل نمبر، تمام؟ يبقى 6 على 36 ناقص بقى الحاجة المشتركة. طيب المشترك ايه؟ انه لما نرمي الظهرين يدينا دبل نمبر، رقمين زي بعض بس مجموعهم 8، كم مرة؟ 1. ليه 1 على 36؟ ليه؟ لان العدد 4 والعدد 4 هما الوحيدين بس لو رمينا الظهر، دي الحالة الوحيدة اللي هيدونا فيهم مجموعهم 8 ويكون دبل نمبر. يبقى احنا بنستخدم الحالة دي في ايه؟ بنستخدم الحالة دي لما يكون عندنا حدثين فيهم حتة مشتركة، تمام؟ يعني مثلا لما كنا بناخدها بنقول المشترك اللي هو بيبقى حدثين، حدث A وحدث B فيهم حتة مشتركة، الحتة دي الحتة المشتركة، تمام؟ طيب
مثال تاني بيقول لي if we suppose that the probability of life to a husband يعني احتمال حياة الزوج through a limited period خلال فترة معينة 6/10 and the probability of life to his wife واحتمالية حياة مراته بكام 9/10 طيب find the probability of life to any one of them at least using three methods هنستخدم هنا ثلاث طرق تمام طيب بيقول لي احتمالية حياة الزوج 6/10 طب احتمالية حياة الزوجة 9/10 عاوز احتمال ان هو واحد في حياة اي واحد فيهم to any one of them اي واحد فيهم at least على الاقل يعني ايه احتمالية حياة واحد فيهم على الاقل يعني ممكن الزوج يعيش ممكن الزوجة تعيش ممكن الاتنين يعيشوا تمام تبقى فيها برضو حاجة مشتركة تمام طيب ايه المشترك ان هما الاتنين ممكن يعيشوا يعني احتمالية حياة الزوج 6/10 طب احتمالية حياة الزوجة 9/10 نستخدم القانون اللي احنا قلناه ناقص احتمالية حياة الزوج مع حياة الزوجة يبقى 96% لان المشترك ان الاتنين هيعيشوا في نفس الوقت ده مثلا انا عندي وقت معين تمام عاوز في الوقت ده احتمالية واحد فيهم على الاقل يعيش تمام ممكن الزوج يعيش تمام ممكن الزوجة تعيش ممكن الاتنين يعيشوا فهنا في حاجة مشتركة ممكن في الفترة دي الاتنين يعيشوا فعشان كده استخدمنا القانون ده اللي هو probability of A زائد probability of B ناقص probability A في B طيب دي طريقة طب نجيبها بطريقة تانية بيقول لي the probability of life to any one of them at least يعني اي واحد فيهم هيعيش على الاقل يعني ممكن الاول يعيش تمام الزوج يعيش طب ايه اللي هيحصل لما الزوج يعيش هتكون الزوجة ماتت طيب ده حاجة تاني حاجة ممكن الزوجة تعيش والزوج يموت طيب تالت حاجة ممكن الاتنين يعيشوا طب تعالي كده نفصصها حتة حتة بيقول لي الهسبند الزوج لايف تمام حياة الزوج يعيش احتماليته 6/10 في وفاة الزوجة اللي هو كام 1/10 تمام زائد ممكن الزوجة تعيش والزوج اللي يموت طب الزوجة لما تعيش 9/10 طب الوفاة بتاع الزوج 4/10 احنا جبنا الارقام دي منين جبنا الارقام دي لما قلنا احتمالية حياة الزوج 6/10 يبقى وفاته 4/10 نطرح على طول من 1 طيب الزوجة لو احتمال ان هي تعيش 9/10 يبقى احتمال وفاتها 1/10 تكملة الواحد على طول تمام طيب يبقى احنا هنا احتمال حياة الزوج في وفاة الزوجة زائد احتمال حياة الزوجة في وفاة الزوج تمام زائد بقى ان هما الاتنين هيعيشوا احتمالية الاتنين يعيشوا 9/10 في 6/10 احتمالية حياة الزوج وحياة الزوجة هتدينا 96% نفس الرقم طب الطريقة التالتة نقول واحد ناقص احتمال الوفاة مش احنا خدنا من شوية ان احنا لما نقول واحد ناقص الحاجة اللي مش عاوزها يدينا الحاجة اللي احنا عاوزينها طيب احتمالية الوفاة اللي هي ايه الاتنين يتوفوا 4/10 احتمالية وفاة الزوج 1/10 احتمالية وفاة الزوجة تمام نطرحهم بقى من الواحد هدينا 96% اللي هو ايه واحد فيهم على الاقل يعيش تمام يعني ممكن الزوج يعيش ممكن الزوجة تعيش ممكن الاتنين يعيشوا التلات خطوات او التلات طرق ادتنا نفس النتيجة 96% 96% 96 ايه من 100 تمام طيب بعد كده بيقول لي the third case if we have three events لو احنا عندنا بقى ثلاث احداث A و B و C the probability of happening any one of them at least يعني حدوث حدث واحد فيهم على الاقل تمام يعني مثلا عندي احتمالية A و B و C تمام ممكن BA يحصل probability of A زائد BB يحصل وفي BC يحصل ناقص بقى الاحتمالية بتاع الحاجات المشتركة يبقى الحاجات المشتركة في التلاتة يعني الحاجات الـ A مشترك فيها مع B والـ B مشترك فيها مع C والـ A مشترك فيها مع C زائد بقى احتمالية التلاتة ببعض طيب يبقى ده قانون عندنا لو أنا عندي تلات أحداث A و B و C تمام القانون بتاعهم بقول probability of A زائد probability of B زائد probability of C ناقص probability of A B ناقص probability of B C ناقص probability of A C زائد probability of A في B في C تمام نخلي بالنا هنا جمع وهنا ضرب تمام عشان ما نتلخبطش بمثال هنفهم بيقول if we know that the probability of success to a student يعني لو احتمالية success نجاح student طالب in math في الرياضة 9/10 and accounting وفي المحاسبة 8/10 and economic 7/10 find the following اوجد ما يلي اول واحدة
هو هنا مديني حدث A و B و C، مديني احتمالية نجاح الطالب ده في الماس في الرياضة 9 من 10، والاكاونتنج 8 من 10، والايكونوميك 7 من 10. بيقول لي the probability of success to the students in one of them at least، يعني حدوث حدث واحد على الأقل. طب لما قلنا 3 أحداث وحدوث حدث واحد على الأقل، تمام، يبقى إيه؟ يبقى هنستخدم القانون ده. طيب نقول 9 من 10 زائد 8 من 10 زائد 7 من 10 بتساوي probability of A اللي هي 9 من 10 في 9 ناقص، لا هنا ناقص، probability of A زائد probability of B زائد probability of C ناقص ماينس، بصوا ماينس هنا probability of A B اللي هي 9 من 10 في 8 من 10 اللي هو الماس والاكاونتنج، ناقص ال B C اللي هي ايه؟ الاكاونتنج، تمام؟ هنا كده؟ لا آخر حاجة الايكونوميك والماس، تمام؟ وبعدين 8 من 10 في 7 من 10 اللي هو ايه؟ الاكاونتنج والايكونوميك، زائد بقى احتمالية التلاتة نضربهم في بعض، تمام؟ يبقى 9 من 10 في 7 من 10 في 8 من 10 تدينا 0.994، تمام؟ 994 من 1000. طيب أو ممكن نجيبها عن طريق الواحد ناقص الأوبزيت، الواحد ناقص العكس، يعني بدل ما نقول احتمالية النجاح في الماس 9 من 10 نقول احتمالية الرسوب فيه 1 من 10، طب الأكاونتنج 2 من 10، طب الإيكونوميك 3 من 10، هنجيبه ونطرحه من الواحد هيدينا نفس الرقم ده، تمام؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ احنا كان عندنا طالب نسبة نجاحه في 3 مواد، يبقى عندي 3 أحداث، حدث A و B و C، تمام؟ نسبة نجاحه قلنا في الماس 9 من 10، في الأكاونتنج 8 من 10، وفي الإيكونوميك 7 من 10. يبقى نستخدم عن القانون، القانون ده هنا أول حاجة هنجمع الأحداث مع بعض نطرحها من الحاجات المشتركة، وفي الآخر نجمعها A في B، البروبابيلتي احتمال الـ A في الـ B في الـ C. طيب نعملها تاني، نقول 9 من 10 زائد 8 من 10 زائد 7 من 10، 9 من 10، 8 من 10، 7 من 10، ناقص بقى الحاجات المشتركة اللي هي كام؟ A في B 9 من 10 في 8 من 10، وبعدين B في C 9 من 10 في 7 من 10، ال A في C 8 من 10 في 7 من 10، تمام، زائد بقى ال A في ال B في C اللي هي 9 من 10 في 7 من 10 في 8 من 10 تدينا 0.994. بعد كده عندنا second rule of probability، عندنا قاعدة تانية للاحتمالات. بيقول لي the rule of multiplication، قاعدة بقى الضرب، احنا خلصنا الجمع وخدنا فيه first و second، النهاردة بقى هناخد ال second rule of probability، هناخد بقى الايه؟ الضرب. طيب الضرب ده بيبقى ايه؟ عبارة عن ايه؟ بيقول when we can multiply probability in the case of independent event، يعني امتى نضرب في حالة ال independent events. يعني ايه independent events؟ يعني احداث مستقلة، تمام؟ there are the events that if any one of them achieved or happened occurred has no effect or affected the occurrence of other event. يعني ايه احداث مستقلة؟ independent event يعني لو حدث حصل ما يمنحش حدوث الحدث الاخر، يعني ممكن الحدثين يحصلوا في نفس الوقت. زي ايه؟ القانون بتاعهم الاول وبعدين ناخد امثلة. القانون بتاعها بتقول probability A and B هتساوي probability A في probability B. خلي بالكو انا هنا ما قلتش or، انا هنا قلت and، فلما اقول and على طول نعمل ايه؟ probability of A في probability of B، تمام؟ طيب الاكسرسايز بيقول ايه؟ if we have 3 persons، لو احنا عندنا 3 اشخاص A و B و C and the probability of 5 of them 6 من 10 و 7 من 10 و 8 من 10، يعني احتمالية حياة الاولاني 6 من 10 والتاني 7 من 10 والتالت 8 من 10، find the following probabilities، اوجد احتماليات. 1 all will live together at the same period، طب لما يقول لي ان الثلاثه يعني الثلاث احداث احتمال يظهروا بعمل ايه؟ احتماليه ان الثلاثه يحصلوا في نفس الوقت او الثلاثه يعيشوا في نفس الوقت، تمام، ده هيبقى حدوث حدث لا يمنع حدوث الحدث الاخر، يبقى دي اسمها independent events. يبقى هنطبق القانون ده اللي هو قانون الضرب. يبقى هنعمل ايه؟ هنضرب احتمالية حدوث الحدث الاول اللي هو احتمالية حياة الشخص الاول 6 من 10 في احتمالية حياة الشخص الثاني 7 من 10 في احتمالية حياة الشخص الثالث اللي هو كام؟ 8 من 10، تمام؟ طيب 6 من 10 في 7 من 10 في 8 من 10 تدينا 0.326.
السؤال التاني بيقول all will die at the same period، لو كلهم ماتوا خلال نفس الفترة. طيب كلهم يعني الأحداث كلها ممكن تحصل في نفس الوقت، يبقى ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن independent events. يبقى بنعمل ايه؟ بنطبق قاعدة الضرب. يبقى احتمالية حياة، قصدي الوفاة، بنجيبها ازاي؟ طيب الشخص الأول كان احتمالية حياته 6 من 10، يبقى احتمالية وفاته 4 من 10. طب الشخص التاني 7 من 10، يبقى احتمالية الوفاة بتاعته 3 من 10. طب الشخص التالت 8 من 10، يبقى احتمالية الوفاة بتاعته 2 من 10. تمام، يبقى نضرب احتمالية الوفاة اللي هي 2 من 10 في 3 من 10 في 4 من 10، تدينا 0.024. تمام. طيب السؤال التالت بيقول only A will live through the same period، يعني ايه؟ يعني بيقول لي ايه بس هو اللي هيعيش في الفترة دي. معنى كده ان ايه عاش وبي وسي وماتوا. تمام، يعني التلات احداث حصلوا، بس ايه؟ حياة الاول حياة ايه وبي وسي هيموتوا. تمام، حياة ايه اللي هو كام؟ 6 من 10. طب وفاة بي وسي 2 من 10 في 3 من 10، هدينا ده. تمام، يعني قاعدة دي أسهل، يعتبر أسهل قاعدة خدناها لحد دلوقتي. لما يقول لي إن الأحداث كلها بتحصل في نفس الوقت يبقى هنضرب على طول. طب بيقول لي only P will die، يعني B بس هو اللي توفى، يعني معناها كده إيه؟ إن A و C عاشوا. طب وفاة B كان 3 من 10، طب حياة A و C 6 من 10 في 8 من 10. يبقى ليه ضربت 3 من 10 في 6 من 10 في 8 من 10 تديني ده؟ ليه؟ لأن بيقول لي only P will die، يعني B بس اللي هيموت. معنى كده ان A و C عاشوا. طب احتمالية وفاة B في احتمالية حياة A في احتمالية حياة C. تمام، بعد كده بيقول لي we withdrew، احنا سحبنا two cards respectively. سحبنا two cards يعني ايه respectively؟ يعني متواليا. يعني ايه متواليا؟ يعني انا سحبت ورقة وبعدين رحت سحبت ورقة تانية. from playing cards من الكوتشينة بتاعتنا. but we replaced the first withdrawal، لكن الورقة الأولى اللي أنا سحبتها دي before withdrawal card before، لا استنى، playing card but we replaced the first withdrawal card before the obtaining of second card. يعني أنا بدلت الورقة الأولى قبل ما أسحب الورقة التانية. and we call this with replacement، بنسمي ده step dial. يعني إيه؟ يعني أنا الكوتشينة هي قدامي، تمام؟ انا سحبت ورقة، تمام، وبعدين حطيتها ورحت ساحب ورقة تانية، فده اسمه replacement. يعني ايه؟ نفهمها. بيقول لي ان هو replace the first withdrawal card، يعني سحب الاولى وبعدين حطها وبعدين استبدلها، يعني سحب واحدة تانية. تمام، طيب رقم واحد بيقول لي the probability that two cards are poised، لو احتمالية الاتنين الكارتين اللي انا سحبتهم او الورقتين يكونوا بويز ولاد. طيب مش ممكن الاثنين يكونوا ولاد؟ طيب دول حدثين مش ممكن يكونوا حدثوا في نفس الوقت، يبقى نستخدم قاعدة الضرب. تمام، طيب احتمالية ان التو كاردز الورقتين يكونوا بويز. طيب تعالوا نمسك المسألة حتة حتة. اول حاجة المسألة الكوتشينة كانت 52 ورقة. تمام، هو سحب ورقة طلعت احتمالية انها تطلع ولد، بيقول لي بويز كام؟ 4 على 52، لأنهم 4 ولاد في ورق الكوتشينة كله 52، يبقى 4 على 52 في، رجعها سحب واحدة تانية. طب احتمالية برضو انها تكون بوي ولد هتبقى كام؟ 4 على 52، يبقى 4 على 52 في 4 على 52 هتلاقينا 1 على 169. تمام، دي أول حاجة. طيب تاني حاجة بيقول لي the probability that first card is boy and the second is special number 7. يعني ايه؟ يعني احتمالية الورقة الأولى اللي أنا سحبتها وحطيتها دي إنها تكون بوي ولد، يبقى 4 على 52. بنمسك المسألة حتة حتة ونكتبها عشان ما نتلخبطش. تمام، طيب and the second is الورقة التانية اللي أنا بعد ما أنا سحبت احتمالية ظهورها إنها بوي، ماشي، سحبتها بوي ورحت رجحتها تاني، بعدين رحت ماسك ورقة تانية سحبتها، الورقة دي بيقول لي احتمالية إنها تكون special number. يعني إيه special number 7؟ يعني عارفين في ورقة اسمها السبعة الكومي، تمام، السبعة الكومي دي اللي هي بتقش، تمام، السبعة الكومي دي موجود منها كام واحدة؟ موجود منها واحدة بس في الكوتشينة كلها، في رقم 7 هي موجودة 7 في الكوتشينة كلها، اسمها السبعة الكومي. تمام، طيب يبقى دي
واحد ورقة واحدة، واحد على 52، تمام؟ يبقى الورقة الأولى كانت احتمالية ظهورها ولد، يبقى 4 على 52. طب الورقة التانية احتمالية ظهورها إنها تكون إيه؟ سبيشال نمبر 7، يبقى 1 على 52 هتدينا 1 على 676، تمام؟ طيب السؤال التالت بيقول the first card is boy. الفيرست كارد يعني الورقة الأولانية اللي أنا سحبتها وحطيتها دي كانت boy، يبقى 4 على 52. طب السكند كارد is girl، الجيرل كام؟ 4 على 52، يبقى الورقة الأولانية كانت كوتشينة، تمام؟ سحبت ورقة طلعت ولد، احتمالية إن أنا أسحبها تطلع ولد، وبعدين رحت حطيتها، وبعدين سحبت الورقة التانية بيقول احتمالية إنها تظهر بنت، رحت إيه حطيتها، تمام؟ يبقى 4 على 52 في 4 على 52 بتاع البوي ودول بتاع الجر، هيبقى 1 على 169، تمام؟ هنا بقى التركية بيقول لي if we keep or without replacement the first card، لو احنا مرجعناش الورقة الأولانية، يعني ايه؟ يعني كانت الكوتشينة عندي 52 ورقة، سحبت ورقة رحت سحب ورقة تانية، يبقى انا سحبت ورقتين من الكوتشينة، تمام؟ لكن في الحالة الأولانية كنت انا سحب ورقة ورحت مرجعها ورحت سحب ورقة، كأني سحبت ورقة بس، تمام؟ طيب دي كأني سحبت ورقتين من الكوتشينة. بيقول لي the probability of second card is boy، يعني ايه؟ يعني دلوقتي معايا الكوتشينة 52 ورقة، انا سحبت ورقة طلعت ولد، تمام؟ ركنتها رحت سحب ورقة تانية من الكوتشينة، بيقول لي الورقة التانية دي احتمالية انها تظهر ولد بكام؟ طيب دلوقتي انا عدد الكوتشينة بتاعي كام؟ عدد الكوتشينة بتاعي 51، ليه؟ لانك انا سحب ورقة معايا اهو ورحت سحب عليها ورقة تانية، يبقى كده في ورقة اهو نقصت من الكوتشينة، انا سحبت ورقة، تمام؟ ففي ورقة ناقصة، انا سحبت ورقة مثلا وخبيتها ورحت سحب ورقة تانية، تمام؟ ففي ورقة هنا ناقصة من الكوتشينة، يبقى انا عندي 51 ورقة. طب ده العدد الكلي. طب اللي فوق، مش الورقة اللي انا سحبتها دي كانت ولد؟ نقصت عدد الاولاد من الكوتشينة، عدد الكوتشينة الاولاد فيها كان كام؟ 4 ولاد. طب انا سحبت ولد منهم، يبقى هنا متبقي في الكوتشينة 3 ولاد، يبقى 3 على 51. ازاي؟ نقولها تاني. اول حاجة هو عاوز يعرف ان الورقة التانية دي احتمالية ظهورها ان هي تكون ولد بكام. طيب انا سحبت ورقة كانت بوي، تمام؟ سحبتها، يبقى تبقى معايا 3 ولاد في الكوتشينة اللي هما كانوا اللي هما 51، لان الورقة دي معدودة، تمام؟ يبقى 3 على 51. تختلف ليه عن الحالة الاولانية؟ الحالة الاولانية احنا قلنا ان احنا سحبنا الورقة احتمالية ظهورها انها ولد واحنا مرجعينها، وبعدين سحبين ورقة تانية، فلما سحبنا الورقة التانية دي كان عدد الكوتشينة زي ما هو 52، احنا ما سحبناش واحدة وركناها، تمام؟ عدد الكوتشينة هو 52، فقلنا احتمالية ظهوره كانت 4 على 52، تمام؟ ده اللي يفرق هنا كده. هنقف لحد هنا ونكمل المرة الجاية، تمام؟ اي حاجة ما تفهموهاش اكتبولي تحت في الكومنت بتاع الفيديو، تمام؟ شكرا جدا، اشوفكم الفيديو الجاي.